عندنا افكار، لكن من فينا اللي ينفذ؟ من فينا اللي ينفذ؟ ولا مخلوق. هلا بك يا سعيد، الله يسعدك يا حبيبي. هلا بك انت، كيف الوالده؟ والله ما عليها، طيب الحمد لله. الحمد لله يا ربي لك الحمد. طيب مع من مع من مع من مع من؟ اوه هذه فتحت، تعالي 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 تعالي، الستر مره مشغول. ها انقلعي، قلعك الله في وجهك. طيب هذه سعيد لا تغيب عن، لا لا معنا سلكيف. سعيد في قرفة صوت مزيان استاذ بالنظارة وكذا، عرفت؟ انا مخ واعصاب. قلت استاذ ما قلت دكتور. انا دكتور، تغيرين اسمي الوظيفي الى استاذ؟ درست في روسيا 4 سنوات والله، اخذت الدكتوراه من استاذ. اي جامعة؟ الجامعة ذيك اللي في روسيا. الجامعة اللي في روسيا؟ ايوه اللي في العاصمة حقتهم. وش عاصمة روسيا؟ نواكشوط. نواكشوط صح. كيف حالك؟ بشرين ايش انجليزي، ايش اسمك؟ منيرة. منيرة يلا يحييك يا منيرة، كيف حالك؟ الحمد لله، انت اخبارك؟ والله ما علينا خلاص، الحمد لله نشكر. انت دحين لابسة ذي تي عباية ولا جاكيت ولا شنو ذي؟ اسود. وشنو هو ذي، جاكيت ولا عباية؟ جاكيت. جاكيت اسود. ما شاء الله، ومنين انتي؟ انا من جدة. اي صح صح. انتي من ضحايا في السناب ولا لا؟ لا. ممتاز، الحكم الوظيفي فيني في السناب. وش معك تلاوكين في زغودك؟ ايش ايش؟ الحكم الثاني. دقيقة، انت ما فزت اصلا. طيب اسمع، انت نفختي براطنك صح؟ يبالي السعيد لا تتدخل في سوالف البنات، مو حلو. انا ابغى اختبر ثقافتي في الطب. مالها مالك دخل في سوالف البنات؟ يعني نفختيها؟ اي واحد تجحد نفخت خلاص، وصلت الاجابة، كثر خيرك. اللي تجحد هذه يعرف انها مسويه مصيبه. ليه تسال؟ ليه تحط؟ قلت لك ابغى اختبر ثقافتي في الطب. ليه انت قبل شوي دكتور اعصاب دخل؟ ها قبل شوي مو دكتور اعصاب؟ ايوه. طيب طيب، والبلاطه ما فيها اعصاب؟ لا. وش فيها؟ وش تراني انا فيها؟ ابره قصدك، حقنتيها بالابره؟ ما ادري، ما لك دخل في سوالف البنات. الحكم الاول، تشفطين برطنك بالمكنسه 3 دقائق. ورده ورده حلاوه. السؤال جاء في مقتل، السؤال جاء في مقتل والله. ايش مقتل يعني؟ يعني السؤال دي اعدمك. اعدمني؟ طيب. طيب كم عمرك يا منيره؟ 27. يا جماعه حلاوه حلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش هذا يخوين؟ انا مو كذا حلاوه. انت عادي تعلميني وش قبيلتك ولا لا؟ لا. كذا راح الدبه؟ كيف قاعد يقول لو فاز؟ اوكي ما في مشكله، نتخطى ان شاء الله. لا قوة الا بالله. ايش فيك انت؟ دروسي تتعبني. ما عزيز. وش تاكل؟ حبوب اسمها رابيدوس. هذا المتخرج ها؟ ثقافتي روسية أنا، ما هي بنجليشي. طيب طيب. يلا الحكم الأول، يا أخوان دبل، لاحظوا ترى في دبل، لاحظوا. يا جماعة خسرنا. ليش وجهك أبيض وخشمك أحمر؟ والله ما ادري صراحة. ايش سويت؟ جبتها يمين، يا ويلها من الله. ايش سويت؟ ايش في؟ لا تقولي والله ما ادري، حرام ما يجوز. لا تعرفين والله ما ادري، يمكن غرفة باردة. ايش في؟ والله شكلك مزكي، ما مخاطك تسحب.
ترجمة. ايش قلت؟ والله ما افهم الصدق سعيد. الحكم الاول تشفطين برطمك دقيقه بالمكنسه، الحكم الثاني تضيفيني في السناب ذا الحين الحبست، الحكم الثالث تسوين قرني. ما عندي الربطات. تصرفي. ماشي، ما عجبتني أحكامك سعيد. والله أنا قلت تعطيني حصانة تماح. يلا خلاص خذي السماحة، ايش تبغي؟ أنت مو طبيعي. صرت حبابة صح؟ بس سلامي في البلد، تبغين تضيفيني من طيب خاطر الله يحييك. عندك مصدقين. اسمعي اسمعي، اذا تبغين تضيفيني من طيب خاطر سلامي في البلد الله يحييك، ضيفيني. ليه اضيفك؟ ها؟ ليه اضيفك؟ يعني عندي يعني اصور. داعي. ها؟ ما الداعي؟ لماذا؟ انزل معلومات على المخ والاعصاب. الله يوفقك يا رب، واشوفك يعني دكتور كبير ان شاء الله. دكتور دكتور انا دكتور من غير ما تدعي لي. تفضلي ادعي لك. يلا خلاص الله يلقيك خير. يا وش اسمك؟ ان شاء الله انت بعد يلقيك خير. هذا الدعوة زينة ما ادري.